شهر عدد أيامه 31 يوم. تموز. شيء يمكن أن يقود الإنسان. سيارة. شيء يلبسه الرجل في جزء جسمه العلوي. قبعة. ثمرة حمراء من الداخل. رقي. شيء يدور. مرجوحة. أحسنتي 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 أحسنتي. خمس أسئلة جاوبتي عليها في أقل من 20 ثانية. خلينا نشوف إذا كانت إجاباتك صحيحة وعليها نقاط تؤهلك إلى وصول إلى 200 أنت وأختنا العزيزة. ماشي؟ إذن خلونا نشوف إجاباتها والنقاط اللي حصلتها. تفضل تعالي هنا تقدمي وجهك على السؤال الأول. كان شهر عدد أيامه 31 يوم. جوابك كان تموز مو؟ نعم تموز. أخذتي عليه 30 نقطة. طبعا المفروض كان يخلون 31 على اعتبار 31 يوم. نعم. السؤال الثاني يقول شيء يمكن أن يقود الإنسان. قلتي سيارة. سيارة. السيارة جابتك 29 نقطة. برافو عليك. الآن 59 نقطة. السؤال الثالث يقول شيء يلبسه الرجل في جزء جسمه العلوي. أنت قلتي القبعة. القبعة. والجواب جاب لك 17 نقطة. السؤال الرابع هو ثمرة حمراء من الداخل. قلتي الرقي. ها؟ الرقي. الرقي طبعاً. واو 31 نقطة. صار عندك 107 نقطة. يعني هواية سهلتي على حنين. يا حنيتي عليها انت. والله الله. السؤال الخامس سألتك قلت لك شيء يدور. قلتي المرجوحة. المرجوحة. المرجوحة مو يدور. لا تدور تتأرجح. إذا صفر. يدور لربما دولاب الهواء المسرع. إذا احنا نشكرك على هذه الإجابات اللي أجبتيها في 20 ثانية وحصلتي على هذه النقاط. إذا نقول لك تفضلي مع العائلة وندعو حنين شهر عدد أيامه 31 يوم. مايو. شيء يمكن أن يقود الإنسان. سيارة. غير شيء يمكن. قطار. شيء يلبسه الرجل في جزء جسمه العلوي. قبعة. أيدي. نظارات. ثمرة حمراء من الداخل. رق. أيدي. ثمرة حمراء من الداخل. آلو. خلصت.